وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من غزة مراسلنا عامر الفرة. أهلا بك عامر، ما هي حقيقة ما تقول إسرائيل أن قذائف صاروخية أطلقت من غزة باتجاه المستوطنات وأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مناطق في غزة؟ عامر، ما هي التفاصيل حول هذا الموضوع؟ يعني بداية تحية لك ولكافة المشاهدين والمتابعين. يعني مساء الليلة الماضية أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض منظومة القبة الحدودية لثلاثة صواريخ زعم أنها أطلقت من قطاع غزة. سقط أحد هذه الصواريخ في فناء منزل في بلدة سدروت المحاذية لقطاع غزة. رغم إعلان الجيش الإسرائيلي عن هذه الصواريخ إلا أن لم يعلن أي فصيل عسكري أو فصيل مقاوم من قبل الفصائل الفلسطينية مسؤوليته عن هذا الحدث. بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن سقوط صواريخ في بلدة سدروت، قام الجيش الإسرائيلي بالرد في قطاع غزة وقصف عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية، هذا لليوم الثاني على التوالي الذي يتكرر في قطاع غزة، حيث أنه مساء الجمعة أعلن الجيش الإسرائيلي أيضا عن إطلاق صواريخ من قطاع غزة وقام بالرد. حتى الآن كما ذكرت لك في بداية الأمر لم يعلن أي فصيل عسكري مسؤوليته عن هذه الصواريخ التي أطلقت، وزعم الجيش الإسرائيلي أنها أطلقت من قطاع غزة. طيب عامر، يعني كما ذكرت أنه هنا هذا اليوم الثامن على التوالي تشهد هكذا مناوشات عسكرية، ما أسباب الحقيقية وراء ارتفاع حدة هذا التوتر العسكري على حدود غزة؟ يعني بعد فترة من الهدوء الحذر والهش في قطاع غزة عادت المناوشات وعاد التوتر من جديد. ربما أحد الأسباب التي تعود إلى ذلك حسب مراقبين ومحللون أن عدم التزام إسرائيل بتنفيذ التفاهمات التي أبرمت بينها وبين الفصائل الفلسطينية وعدم التزامها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وزيادة الضغط والحصار على الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، أيضا بما تشهد مدينة القدس والمسجد الأقصى ومدن الضفة الغربية المحتلة، حيث أن الجيش الإسرائيلي يرتكب يوميا انتهاكات في الضفة الغربية وينفذ حملات اعتقالات يوميا، يتكرر مشهد الاقتحامات للمسجد الأقصى ولمدينة القدس. ربما يعني عدم تنفيذ التفاهمات والجرائم الإسرائيلية التي يوقعها الجيش الإسرائيلي يوميا تجاه الشعب الفلسطيني، ربما هذه أحد الأسباب التي تؤدي إلى زيادة التوتر والعنف، حيث أن الشعب الفلسطيني يعني يريد أن يعيش بحرية وكرامة ولن يقبل بأن يكون محاصرا ولن يقبل بأن يكون يرتكب يوميا بحقه جرائم. الفترة الأخيرة الجيش الإسرائيلي وإسرائيل صعدت من انتهاكاتها كما قلت لك تجاه الشعب الفلسطيني، نعم، وعدم التزامها بتنفيذ تفاهمات التهدئة التي أبرمت بينها. ربما هذه الأحداث وهذه المجريات هي سبب رئيسي في زيادة التوتر. خلال الشهر الماضي يعني رصدنا وتابعنا أن هناك أربع حالات تسلل نفذها شبان فلسطينيين في قطاع غزة أدت إلى استشهاد 9 فلسطينيين. في الضفة الغربية أيضا شاهدنا وتابعنا هناك عمليات فردية قام بها الشبان الفلسطينيين. حالة الغضب وحالة الحزن الذي تسيطر على الشعب الفلسطيني والضغط الذي يعيشه، ربما هذه أحد الأسباب الرئيسية في زيادة التوتر. محللون ومراقبون وبعض الفصائل يعني توقعت أن تزيد هذه الحالات خلال الأيام القادمة إن لم يتم وضع حلول جذرية لمعاناة الشعب الفلسطيني. أشكرك مراسل اليوم عامر الفرة، كنت معنا مباشرة من غزة على كل هذه المعلومات.